طبقا للمادة 309 مقرر به، واللي شرحت معنى التنمر وعقوبته بالحرف الواحد. ومعنى التنمر بالنسبة للمادة 309 مقرر به كالآتي: يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف المجني عليه، أو الحالة التي يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه في موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصاؤه عن محيطه الاجتماعي. وهو ده معنى التنمر. أي شخص بيتنمر عليك وبيقول لك كلام يأذيك في دينك أو في جنسك، أو إن هو حتى بيتريق عليك في مستواك التعليمي أو مستواك المالي أو الأوصاف البدنية زي ما المادة شرحها، كل ده يعتبر تنمرا.